سمر، انت عاطي القصة اكثر من حجمها، ما بدك كل هاد. ببساطة انا انسحبت لاني حسيت انه في شيء خاص، وما رديت على الموبايل لاني كنت مشغول. قلت بس ارجع على البيت بتصل فيك. لا لا، ما في شيء خاص، هو اقتحم خصوصيتي وانا كثير انزعجت منه، وبيهمني كثير تعرف هذا الحكي. خلص عرفت. شو؟ مثل ما سمعت، عم قلك انزعجت منه وبيهمني تعرف هذا الحكي. بدي قلك سر، امبارح خفيت وانا عم بتطلع بالهدية تبعك، هي احلى هدية بتجيني بكل حياتي. عم تبالغ شوي. ابدا ما عم بالغ، بعرف قد ايه اخذت وقت وجهد. امك اكيد اشتغلت لك اياها بكتير حب، بعرف قد ايه بتعني لك، مشان هيك عطيتني اياها. بابا كان يقلنا انه وقت بدنا نهدي غريب نهدي اي هديه قد ما كانت غالية، يعني هي بتبقى بتعبر عن قيمتنا. بس وقت بتكون تهدوا حدا بتحبوه لازم تكون هاي الهدية خاصة بالنسبة لإلكم، لأن بتعبر عن غلاوة هاد الحدا جواتكم. الهدية لما بتكون بتعني لنا ومنعطيها لحدا، فمعناها بدنا هاد الحدا يبطل يكون حدا، يبطل يكون مو قريب. الكنفة اللي عطيتك ياها هي كل شي بإيلي من أمي. تخيلي قديش بدي اياكي تكوني قريبه.